بسم الله الرحمن الرحيم. involuntary and voluntary psychiatric hospitalization اللي هي تدخل المرضى النفسيين بصورة إرادية أو لا إراديا إلى المستشفيات. under certain circumstances a patient in psychiatric emergency situation who will not or cannot agree to be hospitalized may be hospitalized against their will or without consent involuntary hospitalization. يعني أحيانا في بعض الأحوال المرضى اللي عندهم أمراض نفسية يكون في أشياء طارئة نفسية عندهم ممكن يتنوموا ضد رغبتهم الطبية يترقدوا في المستشفيات والسيرتيفيكيشن باي وان أور تو فيزيشن منه يكون يشهد بس طبيب واحد أو طبيبين. Such patient may be hospitalized for up to 90 days pending on state of country law or mental health act before a court hearing. ممكن يتنوموا لمدة 90 يوم يعتمد على قانون الولاية قبل ما يجي قرار المحكمة. Even if a psychiatric patient choose voluntarily to be hospitalized, he or she may be required to wait 24 to 48 hours before being permitted to sign out against medical advice. حتى لو الطبيب المريض النفسي ده من نفسه اختياريا قال أنا عايز يترقد لازم يجلس في المستشفى دي مدة 24 ساعة 48 ساعة حتى ما بعد كده ممكن يوقع ضد النصيحة الطبية ويطلع من المستشفى. Patients who are confined to mental health facilities, whether voluntary or voluntary, have the right to receive treatment and to refuse treatment. المرضى النفسيين اللي بيترقدوا في المستشفيات إذا كانوا إراديا أو لا إراديا عندهم الحقية إنهم يرفضوا العلاج زي الميديكيشن أو الإلكترو كونفالسيف ثيرابي العلاج بالصدمات الكهربائية أو علاج الأدوية ممكن يرفضوه. Patients who are actively psychiatric or suicidal however generally cannot refuse treatment aimed at stabilizing their condition ما عدا المرضى اللي عندهم psychosis جنون او يكون عندهم ميول انتحاريه فدين ما يقدروا يرفضوا العلاجات. Advanced directive يعني الواحد مثلا يدي يقول مثلا انا كان مت مثلا حد برع بعضائي وكان عندي موت دماغي ممكن يفصل المشينه وكده. Advanced directive are instructions given by a patient in anticipation of the need for a medical decision. يعني هو القرار الطبي يعطوه الواحد مقدما يقول يا جماعه مثلا لو حصل لي حادث حصل لي كده كده ممكن تعملوا كده كده. A durable power of attorney and a living will are example of advanced directives. يعني ممكن الواحد زي ما قلنا يكلف احد او كده يكلف احد يكون في محله مثلا durable الدور ابل باور اوف اتورني يعني تكلف احد يكون في ان دايركتيف ان ويتش ا كومبيتنت بيرسون ديزاينيتد انذر بيرسون سباوس اور فريند احد يكلف صديقه او احد عنه as his or her legal responsibility يقول انه هو القانوني غنيا المسؤول عنه. example هيلث كير بروكسي to make decision about his or her health care when he or she can no longer do so. يعني ممكن الواحد يكلف لي انسان يقول انه ده حيكون مسؤول من المسؤوليه الصحيه بالنسبه لي انا لو انا بقيت ما قادر اعملها. A living will is a written document or oral statement. يعني ممكن الواحد كمان a living will يعني تقوم تكتب وصيه ممكن تكون مكتوبه وممكن شفاهه in which a competent person give a direction for his or her future يقول عن يوجه لانه مستقبله ايش يعمل بيه. if he or she becomes incompetent to make decision when he or she needs care يقول يا جماعة انا لو كبرت وعجزت مثلا ممكن تدخلوني مثلا دار رعاية او ممكن تعملوا كده او ممكن تسوي كده او ممكن ما تعطوني تدخلوني في التنفس الصناعي. ممكن الواحد يعني يغرر لنفسه من بدري ممكن تكون مكتوبة وشفاهة. The most recent information about the patient wishes is the most relevant advances directive وأكثر حاجات اللي يكون المريض طلبها قبل ما يحصل له مثلا الإشكالية دي هي اللي يتمشي بيها مثلا كلام قال زمان وخلاص بعدين جي كلام بعده الكلام الأخير the most recent one. persistent vegetative state البيشن يكون عنده persistent vegetative state may appear to be awake with eyes open but is not aware of others or of the environment تكون هو عايش حي عيونه تتحرك لكن ما واعي للدنيا وحوالينه ايش في البيئة حوالينه and it is not expected to over recover brain function
معروف في الفكتات في الستيت دي يعني ما حي مخه ده ما حيرجع كويس. whether to maintain a persistent vegetative patient on a life support is dependent upon his or her advanced directive or in the decision of surrogates. يعني انك تخليه مثلا على تنفس صناعي او حاجه لايف سبورت، ده يعتمد على هو كان الويشز بتاعته، لو كان عنده اي وصايا مثلا او احد وصي عليه ممكن يغرر له. السيرجيكاتس if an incompetent patient does not have an advanced directive, people who know the patient, for example family members, surrogates, must determine what the patient would have done if he or she were competent. لو الواحد المريض بقى ما عنده استطاعة أو الكفاءة incompetent، ممكن أحد من الأسرة هو اللي يحدد له ويحدد إنه يقول إنه مثلا هو لو كان في الموقف ده إيش كان هيعمل. The personal wishes of the surrogates are irrelevant to the medical decision. اللي بيطلبوها هم الأوصياء ديل غير الشيء الطبي. The priority order in which family members make the determination is the spouse, adult children, parents, sibling, other relatives. دي الحاجات الممكن هم الناس الممكن يغرروا فيها. If there is conflict among family members، لو كان مختلفين أفراد الأسرة at the same priority level وكلهم عندهم نفس الحقية، and discussion among family member does not settle the issue وما قدروا يطبقوا على حاجة، the ethics committee of the hospital may make the decision. تكون اللي هي بتاعت السلوك الأخلاقية في المستشفى الهيئة بتاعتها أو الكوميتي هي اللي تحدد. For intractable disagreement, legal intervention by judge may be necessary. أحيانا لو مثلا في شيء مختلف، اختلاف شديد، ممكن قانونيا قاضي يحلها. Even if a health care proxy or surrogate has been making decision for an incompetent patient, if the patient regain function competency even briefly or intermittently, or she regains the right during those period to make decision about his or her health care. لو المريض يعني تجي لحظة يصحى فيها كده يكون competent وقادر وواعي، ممكن هو خلاص هو يغرر لنفسه، هو اللي له الحقية يحقر لنفسه. medical malpractice يعني malpractice ده يكون في سوء التعامل الطبي، الميديكال او الاخطاء الطبية. medical malpractice occurs when harm comes to a patient as a result of the action or inaction of the physician. بيكون في اذى جال للمريض بسبب عمل او عدم عمل شيء معين. the elements of malpractice that these are اللي هي بكون ايش فيه، يكون في ديريليسيشن اور نيجليكانس اي اي ديفيشن فروم نورمال ستاندرد اوف كير، يعني ما كان في اهمال، كان في اهمال او تقصير في ما حسب الشيء اللي هو المفروض يكون مستوى الخدمة الطبية. duty it is important to know that not all doctors owe a duty of care to everyone. ما كل الدكاترة عندهم انهم لازم يعالجوا المريض ده. for a duty of care to raise they must be an established physician patient relationship. لازم الديوتي بتاعته يكون هو الدكتور المكلف به. damage injury physically or mentally or both، يكون حصل damage أذى للمريض directly to the patient i.e. the damage were caused by the negligence not by another factor، يكون الأذى ده حصل مباشرة للمريض بسبب الإهمال. فيبقى ال elements بتاعت المال براكتس كلها تبدأ بالدي، أربع ديهات: duty, dangerous, directly, dereliction. surgeons including obstetrician and anesthesiologist are the specialists most likely to be sued for malpractice. الأخطاء الطبية دائما بتكون عند أطباء نساء ولادة وناس التخدير. psychiatrist and family practitioner are the least likely to be used. الناس الأمراض النفسية وطب الأسرة أكثر ناس ما عندهم قضايا. malpractice is tort or civil wrong not a crime. هي ما تعتبر جريمة جريمة. a finding for the plaintiff the patient result in a financial award to the patient from the different physician or his or her insurance carrier not a jail
term or loss of license. يعني دائما لما يكون في اخطاء طبيه ما ينتهي بالمريض انه يسجن، ما في سجن للطبيب، ما يسجن، لكنه ممكن يدفعوا فلوس او ممكن شركه التامين تدفع فلوس، وما يفقد الكارت الطبي بتاعه او التسجيل الصحي حقه الطبيب. Recently there has been an increase in the number of malpractice claims. This increase is mainly result of breakdown of the traditional physician-patient relationship because of قال لنا حاليا أصبح الأخطاء الطبية كتير الشكاوي فيها بسبب فقدنا الرابط اللي كان بين الطبيب وبين المريض بسبب technological advances in medicine، في التقدم التكنولوجي في الطب which reduce personal contact with the physician، بقى ما في تواصل مع الأطباء. Limit on time for personal interaction، ما في تفاعل مع المرضى. And physician autonomy partially as a result of the loss of managed care، في زمن محدود عشان مقابلة المريض للطبيب وإنه يكون في personal interaction. And physician autonomy partially as a result of the growth of the managed care. Damage. The patient may be awarded compensatory damage only or both compensatory and punitive damage. يعني ممكن الواحد بسبب انه في شيء فسد عنده compensatory damage are given to repay the patient for medical bills or lost salary and to compensate the patient for pain and suffering. ممكن ان يدفعوك بسبب انك سببت اذى او الم للمريض. Punitive damage are awarded to the patient to punish the physician and set an example for the medical community. Punitive damage are rare and are awarded only in cases of wanton carelessness or gross negligence. Drunken surgeon who cuts vital nerve. أحيانا بيكون في punitive damage، يعني يكون في أذية شديدة بيعطوها للمريض من فلوس الطبيب عشان يكون هو مثال للحظ الطبي، وهذه حاجة نادرة يكون مثلا يكون فيه إهمال شديد جدا أو الطبيب كان كيرلس، مثلا كان هو مخمور درنكن وفي أثناء بيعمل في جراحة وقطع له نيرف. Relationship with the patient، أحيانا تكون في صلات مع المرضى. Sexual relationship with current or former patient are inappropriate and are prohibited by the ethical standard of most specialty board. ما يكون في علاقات جنسية مع المرضى لا سابقة ولا جديدة. Patient who claims that they had a sexual relationship with a physician may file an ethics complaint or a medical malpractice complaint or both. لو قال اشتكى المريض قال انه في اي صلة جنسية ممكن يتعرض الطبيب للمساءلة. Physician should avoid treating family members, close friends or employees since personal feelings can interfere with professional objectivity. الطبيب المفروض ما يعالج أفراد الأسرة أو أصدقاء القريبين أو الزملاء، لأنه ممكن المشاعر الشخصية تأثر في البروفيشنال objectivity. And familiarity may limit questions، يكون الواحد متعود على الشيء may limit the questions الأسئلة or physical examination of a sensitive nature. Physicians should avoid accepting valuable gifts، لازم الطبيب يرفض الأشياء القيمة الهدايا القيمة things that can be sold from patient، يعني مثلا ما يدو هدية ذهب أو كده. Impaired physician، كيف الطبيب ده يكون impaired يعني ما قادر يؤدي شغله. cause of impairment in physician include أول حاجة يكون drug or alcohol abuse، يكون مدمن بتاع مخدرات. physical or mental illness، عنده شيء عضوي أو نفسي. impairment in functioning associated with old age، أو يكون كبير في عمره أو يكون بدأ يخرف ولا شيء. removing an impaired colleague medical student or resident from contact with patient in an ethical requirement because patient must be protected. لازم لو كان عندنا impaired colleague يعني في زميل وما قادر يشتغل بسبب انه مخدر او شيء او medical student او resident عنده مشكلة، ما يخلي يكون عنده contact مع البيشن.
because patient must be protected and the impaired colleague must be helped. لازم أنه نحمل المريض ونساعد الزميل اللي عنده مشكلة. The legal requirement for reporting impaired colleague varies among states. كيف نعمل تقرير على الزميل دي مختلفة. An impaired medical student should be reported to the dean of the medical school or the dean of the student. طيب المدير الجامعة أو مدير الطلبة دي العميد بتاع كلية الطب مثلا، لو كان عندي impaired medical student لو طالب طب. An impaired resident or attending physician should be reported to the person directly in charge of him or her. مشكلة في طبيب مقيم، طوال دي نكلم المدير حقه. Impaired physician in private practice should be reported to the state licensing board. لو كان في impaired physician طبيب مش هو قاعد في مستشفى خاص، لازم أكلم ال state licensing board or the impaired physician program usually run by physician who are associated with state medical society. طيب في حاجات المفروض نعملها، في حاجات ما نعملها من ناحية الأخلاقية والقانونية. Do tell the patient the complete truth about their illness and prognosis in language they can understand. نكلم المريض بالتشخيص حقه بكلام حقيقي وبطريقة يفهمها. Do not cover up truth about patient. Do not cover. ما نغطي الحقائق عن مرض المريض. Or explain the diagnosis and prognosis using medical terms that the patient does not understand. أو ما وضح له بطريقة طبية وهو ما يفهمها. لازم تكون واضحة بلغة بسيطة. Do tell patient the truth about your qualification. لازم تكلم المريض انت شهادتك شنو. انا طبيب متدرب، طبيب طالب طب، طالب طب. I am a third year medical student. تقولها بالواضح. Do not cover up the true status of medical student or resident. I am a member of the doctor team. ما تقول مثلا انا دكتور في المستشفى وانت طالب طب. Do speak to competent adult patient directly. الcompetent adult تتكلم معهم مباشرة. Do not discuss issues concerning patient with their relative. ما تكلم مع اهلهم spouse ولا adult children or any one insurance company without the patient permission، بغير تستأذن من المريض نفسه. تكلم معه هو نفسه. Do ask competent patient to consent to their own treatment. Competent تخليهم هم يوقعوا على موافقة لعلاجهم. Do not ask relative for consent to treat a patient unless the relative has durable power or autonomy or is legal guardian. اللي يكون القريب ده وصي عليه. Do encourage competent patient to make their own healthcare choice autonomous. لازم autonomous إن تخلي المريض يختار لنفسه الحاجة العايزة. Do not make decision about healthcare choice of patient. Supply them with information they need to make their decision. أنت ما تغرر لهم، اديهم المعلومات تغرر لنفسهم. Do take care of your patient yourself. Do take care of تهتم بالمريض بنفسك. Do not refer your patient no matter how difficult or offensive to another student, resident or physician. ما تحول المريض معاك لأحد تاني حتى لو كان هو سيء. Do spend time with your patient. خد وقت مع مريضك. Do not delegate your responsibility giving lengthy medical instruction to patient to office staff nurse. يعني اقعد خد وقت معاها، ما تخلي الممرضة هي اللي تاخد ليك معلومات من المريض. Do make healthcare decision based on what is best for the health of the patient. اعمل القرارات بتاعتك الطبية على الشيء الافضل للمريض. Do not limit healthcare based on expense in time or money. ما على سنة بتكلفك القعدة دي بسبب تكلف زمن او فلوس ما تقعد مع المريض. Do discuss all treatment options with patient even if their insurance company do not cover such option. كلم المريض بكل الحاجات الطبية الممكن العلاجات ياخدها حتى لو شركة التأمين ما بتغطيها. Do not restrict information about uncovered treatment options. Such insurance company generate gag clauses are ethically unacceptable. يعني لو في علاجات وهي موجودة متوفرة بس شركة التأمين ما تغطيها، انت كلم بها المريض. Do discuss with the pregnant patient the practical issues of having and caring for the child. نناقش مع المرأة الحامل الحاجات البراكتيكال العملية الممكن تراعي عليها طفلها. Do not advise the patient to have an abortion unless she is at medical risk. ما تقول لي واحدة أجهضي إلا يكون عندها مشكلة صحية.
no matter what age of the mother، حتى مهما كان عمرها، لو كان تينيجر صغيرة أو كبيرة، أو حتى لو كان كونديشن تحت child مثلا منغولي داون سندروم. Do encourage a pregnant minor to make her own decision about whether or not to have an abortion. شجع البنت الفتاة الصغيرة الحامل إن هي تتخذ قرارها تجهض أو لا. At the same time, encourage discussion between the woman and her parents. لازم تقولها تناقش الموضوع مع أهلها، أمها وأبوها. Do provide medically needed analgesia to terminally ill patient even if it consistently may shorten the patient's life. أعطي لو في حاجة تزيل الألم لأحد بيموت تدي له حتى لو حيموت. Do not accept or agree the demand of pregnant woman parents to perform an abortion even if the woman or her unborn child is mentally impaired. ما توافق. Do not agree. Do not accede or agree to the demand بتاعت أهل ال pregnant woman إن يقولوا اعملوا إجهاض لبنتهم. Do not administer an analgesic overdose with the purpose of shortening a terminal ill patient. ما تدي كمان المريض جرعة كبيرة جدا فوق الجرعة الطبيعية وتخليه يموت بسرعة.